الشهور رمضان يا كثر السرور محتار في القلب الشعور زاهر بالليل كريم زاهر 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 بهالليلة كريم. يلا لك الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي دلنا على الدعاء ودلنا على العبادة. الإنسان نعلم يعني الإنسان كثير المعصية وينسى من نفسه، والإنسان يفرح إذا رزقه الله سبحانه وتعالى بأوقات تستجاب الدعاء فيها، فيدعو الله سبحانه وتعالى ويلهج قلبه بذكر الله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغسل قلبه ويغفر ذنبه. والله لو جعل الله سبحانه وتعالى أمرنا لأنفسنا لضعنا ولا متنا، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لك الصالح. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه باللطيف، وأصل هذه التسمية أن اللطف يأتيك على يعني تأتيك الرحمات على شكل الزرايا. ومن باب ذلك ما حصل مع النبي يوسف، رموه إخوانه في الجب فانتشلته السيارة، ثم دخل في الرق حتى يجهزه للملك. وما حصل كذلك مع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، كانت في الرق فأرادت أن تفدي نفسها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق قومها جميعا. لذلك الإنسان لا يفخر بحوله وقوته، ولا والله إن حولنا وقوتنا لا شيء، بل نبرأ منها إلى حول الله وقوته. الجلطة هي تخثر بسيط قد لا يرى بالعين المجردة للدم في أحد الشرايين، وهذه علامة على ضعف الإنسان، أن الإنسان ضعيف يقتله هذه هذا يقتله هذا التخثر البسيط، ويقتله الهم، ويقتله الكمد، ويقتله الحزن. هذا هو الإنسان. إيش حل لولا رحمة الله سبحانه وتعالى؟ إن من أفضل إن فيه يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، أفضلها ثلاث نعم: الإسلام والستر والعافية. أنا محدثك الآن، عندي من الذنوب ما الله به علي، أستغفر الله وأتوب إليه منها، وأبرأ إلى الله منها، وأبرأ إلى الله من نفسي التي جعلتني أعمل هذه الذنوب. وأنت يا صديقي الذي تسمعني، وراجع نفسك، فكر أنت، تذكر، تجد لك ذنوب ما أحد يعلمها إلا أنت والله يعلمها. هل تستطيع أن تذيعها أمام الناس؟ ما يعني إيش تحس لو دروا الناس بذنوبك هذه؟ إيش بيقولوا؟ فهذه نعمة الستر. أما نعمة العافية ليست عافية البدن، إنما عافية الأهل، وعافية المكان البلد، والأمن، وعافية أمن الأهل، وعافية الرزق الحلال اللي أنت تأكله، وعافية الجسد، وعافية البصر. العافية شاملة. لذلك يقولون أن الإمام أحمد بن حنبل حفظ القرآن ثم اتجه للحديث، فكأنه نسي شيئا من القرآن، فكان يقول: اللهم حفظني القرآن، اللهم ارزقني حفظ القرآن. فسجن، فحفظ القرآن في السجن، ثم قال: والله ما ندمت على إني لم أدعو بشيء إلا إني لم أدعو وأقول اللهم حفظني القرآن وأنا في عافية. لذلك دائما اطلب الأبناء واقرن معها العافية، واطلب المال واقرن معها العافية، واطلب الجنة واقرن معها العافية. الجنة قد تأتيك ولكن قد تأتيك مراحل صعبة قبلها، والمال قد يأتيك ولكن قد تأتيك عقبات قبلها، لكن إذا طلبت الله سبحانه وتعالى الستر والعافية أرشدك إليها أيما أرشد. الله سبحانه وتعالى عندما حق رجع أرحب يا أبو حزام، يلا حي أبقاك الله، رحمة مبروكة، حي والله ذا الرأس اللي تدعي في المطر، ما شاء الله دعاك ترند أسأل تعالى الله يقبل منهم. اللهم أنا أقول أبو حزام توي، أقول قبل شوي
ان ان الانسان اذا طلب اي شيء يطلب معه العافيه والستر. الله. انت الحين ما تشوف مني الا كل زين، ولا اشوف منك كل زين. احسنت. وانت عندك ذنوب.